انا اجيك خليك. لا انا اجيك خليك في شغلك. كيف حصلت على الرخصة حقت الرخصة الدولية؟ الدولية تطوع. اي الرخصة الدولية طبعا انا بدأت كمتطوع عادي مثلي مثل اي متطوع موجود الان. طيب بعد فترة انضميت لجمعيات خيرية وشاركت معهم جمعيات مصرحة ومعتمد لها وفرق تطوعية. اخذت اكثر من دورة تدريبية قبل مثل اعداد المتطوعين وإدارة المتطوعين. وبعدها قدمت رشحت نفسي على الحصول على الرخصة الدولية، الحمد لله قبلوني واخذت الرخصة الدولية. طيب تكلمنا عن التبرع بالدم والحملات وهذه. أيه. بالنسبة للحملات التبرع بالدم طبعا حملات كثيرة تحصل وأغلبها تكون في المستشفيات الرسمية والمستشفيات الكبيرة. حلو. مثل مثلا مدينة الملك فهد الطبية ومستشفيات يعني حكومية رسمية. حراس وذا. إيه بإمكان أي أحد إنه يروح يتبرع ويشارك في الحملات هذه وفيها أجر عظيم لأي شخص يتبرع. طيب هل خالد تقول كلام من هل منبر من هنا سر، هل في ناس محتاجين يتبرع بالدم؟ الآن؟ نعم. أكيد طبعاً أي شخص يبحث عن ناس محتاجين. أنت الآن لو تروح للمستشفى الآن لأي مستشفى حكومي كبير وتقول أنا أبغى أتبرع دم مستحيل يقولون لك كذا، يقول تعال حياك الله. طيب التبرع بالدم لأشخاص معينين إيش اللي هل يكون صايم، هل يكون ماكل، هل ما يكون عنده أمراض، هل ما يكون يعني لا لازم طبعا يكون نايم، يكون ريلاكس يعني لا لا, لا 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 طبعا لازم عمر معين. إيه لا لازم تكون جاي وأنت مفطر ومجهز نفسك إنك تتبرع. حلو. بالدم بعد كذا هم يسوون لك فحص طبي من خلال هالفحص هذا يشوفون لا قدر الله كان عندك مثلا أمراض إيه مثلا أو شيء لو كان عندك أمراض مثلا خطرة طبعا راح يمنعونك إنك تتبرع وراح يبينون لك يقولون إنك أنت مثلا عندك هذا الشيء لازم إنك تراجع جهة أو تراجع مستشفى بحيث إنك تعالج نفسك. بالنسبة لفقر الدم والأمراض الأشياء البسيطة هذه طبعا أكيد ما راح يأخذون منك. طيب هل له عمر معين الشخص يتبرع؟ إيه من كم لكم؟ من تقريبا من 18 سنة وفوق. إيه لا على او يرجع على بنيه الشخص وجسمه. سبحان الله سبحان الله. يعني في اشخاص ممكن انك تقدر تاخذ منه دم وعمره يمكن 16 سنه وفي بعضهم لا لازم يمكن 20 سنه وفوق. طيب بعد التبرع هل في ايجابيات؟ في شيء تعدل النوم؟ النوم طبعا اكيد النوم يتعدل امور كثيره. يا اخي يكفيك الاجر اللي يجيك. الله يجزاك خير. يجيك الاجر هذا بحد ذاته يكفيك. طيب افطار الصايم شاركت في حملات كثيره؟ كثيره شاركت فيها. الله يختم اجرك ان شاء الله. كثيره شاركت فيها. اخر حمله شاركنا فيها كانت رمضان امان. رمضان امان؟ اي سوينا هذه طبعا في 4 دول. نعم. خليجيه منها السعوديه والكويت وكذلك الامارات والبحرين. الله يختم اجرك ان شاء الله. معلش مداخله؟ حدثنا خالد عن لذة افطار الصحيح. عليك والله لذة ما توصف. لذة ما توصف. قصدك لذة الافطار وانت يفطرهم يعني افطار صايم. والله لذة ما توصف يا ابو علي. لذة ما توصف يعني انك تترك مثلا اهلك وناسك وتروح وتقدم هذه الوجبة للناس الصايمة اللي عند اشارات المرور بحيث انك مثلا ما تخليهم مثلا يتسرعون انه يكون مستعجل في السرعه في السواقه. أيه؟ مستعجل الفطور او شيء. بالضبط تقدم لهم هالوجبه هذه شيء 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 ما يوصف. طيب يا ابو علي. خالد سؤال اخير من هالمنبر توجه للمشاهدين ومتابعي قناه بدايه، ايش انك تحث على افطار الصايم؟ يعني ايش هل انت تقول افطار الصايم حثهم عليه؟ الافطار الصايم قصدك المشاركة في الحملات؟ المشاركة نعم. إيه؟ نعم طبعا. هو انت مثلا في بعض الحريم صعب انها تطلع روح تتطوع في الشارع، لكنها تقدر مثلا انها تساهم في اعداد وجبة تعطيها مثلا جهة او فريق تطوعي مصرح له ويقوم هو يقدمها مثلا للناس. طيب سؤال بالنسبة للشباب إيه والله انصحهم انهم يشاركون. يا سلام. إيه؟ لانها تعتبر خدمة يعني اجتماعية إنسانية ومشاركة في مشاركة. في صحيح. مشاركة مجتمعية. أسأل خالد. إيه؟ طيب هل لك رمز أو يعني داعم في الحملات؟ العمل التطوعي؟ يعني قدوة. إيه نعم طبعا فيه لي فيه المهندس عثمان بن هاشم
هالإنسان هذا يعني له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى على خالد، قدم لي أشياء كثيرة في العمل التطوعي، يعني مهما أتكلم فيه ما أقدر أوصفه حقه مهندس عثمان. طيب شخص تحب تقرأ له في أعماله زي عبد الرحمن السميطي؟ إيه عبد الكريم بكار. دكتور عبد الكريم بكار. جميل، الله يسعدك. طيب ختامها ثلاث باقات ورد تهديها لمن يا خالد؟ طيب تسمح لي اهدي لك واحده منها؟ عادي اهدي لك واحده منها. الله شرف لي يا اخي. اهدي لك واحده. شرف لي. الله يرحم والديك. يا طويل العمر والسلامه. الثانيه لكل محب الخالد وجمهور خالد. يا سلام. والثالثه اهديها لاخواني. لاخواني يستاهلون. بالتوفيق يا خالد. نجي الى ابن جخير.